احنا الدولة الوحيدة التي ليست لديها معسكرات لاجئين. احنا في مصر كان لنا التزام اخلاقي والتزام انساني قبل ما يكون التزام امني تجاه المهاجرين او اللاجئين غير الشرعيين. تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف اللاجئين، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التأكيد دوما في كل المحافل الدولية على أن التزام مصر تجاه قضية اللاجئين هو التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاما أمنيا. ملايين اللاجئين يعيشون في مختلف محافظات مصر ويعاملون كالمصريين في دولة تخلو تماما من معسكرات للاجئين. مصر لا تعترف كثيرا بالمسمى اللاجئين، ومصر تعترف بمن استقبلتهم من الدول المجاورة اللي تعرضت لأزمة فقدان هوية الدولة الوطنية بعد أزمات ما يعرف بثورات الربيع العربي 2011، تعتبرهم مواطنين مصريين بيتمتعوا بكامل الحقوق ويتمتعوا بكامل ما يتمتع به المواطن المصري. الدولة المصرية وهي بتعمل ده لم تتلقى أي نوع من أنواع الدعم من أي منظمة من المنظمات الدولية، لم تضع هؤلاء المواطنين في مخيمات لاجئين كباقي الدول، لم تتاجر بهذه القضية، لم تتاجر بهذه الأحجام من المواطنين العرب، لم تحاول أن تزايد على أعدادهم، لم تحاول أن تضغط بهم على أي قوى إقليمية أو منظمات إقليمية. مصر مضيافة جدا حتى مقارنة بدول الجوار. مصر فتحت الباب للاجئين، ما فيش مش بيقعدوا في مخيمات، قادرين يسكنوا في وسط المصريين في الأماكن المختلفة. يعني احنا عندنا بيتمركز اللاجئين عامة في محافظات القاهرة الكبرى، في القليوبية، عدد أقل في الإسكندرية، في دمياط، في بورسعيد. يعني هم عندهم الشويس، الاختيار في أنهي محافظة يقدروا يسكنوا، في أنهي منطقة. عندنا أحياء معينة بتتميز بعدد أعلى من اللاجئين عن الأحياء الأخرى. مصر فتحت الباب لأربع جنسيات للدخول في النظام التعليم الحكومي بنفس التكلفة اللي بتقع على الشخص المصري. يعني عندنا السوريين، اليمنيين، السودانيين وجنوب السودانيين بيقدروا يدخلوا المدارس الحكومية المصرية. عندنا برضو مذكرة تفاهم كانت اتمضت مع الحكومة من سنة 2016 مع وزارة الصحة والسكان، وبموجبها اللاجئين والطالب اللجوء في مصر بيقدروا يحصلوا على الخدمات الصحية في أي مستشفى حكومي زيهم زي أي مصري. لم يقتصر اهتمام مصر بملف اللاجئين على احتوائها لهم ودمجهم داخل المجتمع المصري فحسب، ولكن امتد هذا الاهتمام إلى مشاركة مصر في خطط واستراتيجيات دولية ووضع آليات محددة وتفعيلها على أرض الواقع بهدف إنهاء معاناة اللاجئين من مختلف الجنسيات. 27 محافظة، بتقدر تشوف في كل محافظة من المحافظات هذا الانتشار الكبير لهؤلاء المواطنين العرب في كافة ربوع هذه المحافظات، وبتقدر تشوف الأنشطة الاقتصادية اللي هم بيقوموا بيها والأنشطة الاجتماعية اللي باتوا بيندمجوا فيها في قلب المجتمع المصري. الدولة المصرية بتقدر تعمل ده عن طريق تنفيذ برامج توعية لهؤلاء المواطنين العرب، عن طريق تنفيذ برامج دعم ليهم، عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية. بنطلق في السنة خطتين، خطة للاستجابة للأزمة السورية، ودي بتطلق من سنة 2013 على مستوى المنطقة، ومصر شريكة في الخطة دي، وكانت الحكومة جزء منها السنة دي والسنة اللي فاتت. ومصر برضو أطلقت خطة استجابة تانية للاجئين من جنوب الصحراء الأفريقية ومن العراق واليمن، دي أطلقناها السنة اللي فاتت، فدي تاني سنة ليها السنة دي، وبرضو الحكومة المصرية شريكة فيها، وبتقدر من خلالها الحكومة المصرية تلست الحاجات اللي هي محتاجاها، إيه الأهداف اللي عايزة تحققها في يعني في الخدمات اللي بتقدمها للاجئين عن طريق الشراكات مع الوزارات المختلفه، سواء وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، وزاره الصحه، او عن طريق حتى المجالس زي مجلس الامومه والطفوله او المجلس القومي للمراه، بحيث انه تقدر الحكومه تعدد من الخدمات المقدمه في مجالات الصحه والتعليم والتعليم العالي والحمايه للاجئين في مصر. لاقى تعامل مصر مع ملف اللاجئين خلال السنوات الاخيره استحسانا دوليا كبيرا، فضلا عن استيعاب مصر لكل ضيوفها وفتح أبوابها أمامهم،
تأكيدا على أن الهوية المصرية قادرة على لفظ كل من يحاول زعزعة وسطيتها واستقرارها.